السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. زي ما وعدناكم في فيديو الكلفة، النهاردة إن شاء الله هعلمك إزاي تعمل الكلفة بإيدك وتوفر في سعرها 7 جنيه، وهعرفك تضيف حاجة بسيطة خالص على الكلفة هتظبط معاك الإنتاج بنسبة 100%. إن شاء الله الكلفة اللي احنا هنعملها النهاردة عبارة عن 25 كيلو. عايز تزود الكمية اضرب في 2، عايز تقلل الكمية اقسم على 2، يعني على حسب انت بتحتاج قد ايه. انا بعمل عندي كميات اكبر من كده، لكن زي يعني انا اعمل لك على 25 كيلو كمية ايه تناسب الجميع. يعني الكلفة تبقى عبارة عن 7.5 كيلو ذرة صفرة. طبعا الكوز دوت كيلو، زي ما انتوا شايفين كده ذرة صفرة سليمة مش متشوشة. يعني جبت الشيشة ذرة صفرة سليمة. 3.5 كيلو علف تسمين 21%. طبعا انا اذكر لحضراتكم الاسعار في اخر الفيديو برضو واقول لك توفر ازاي. ورقة وقلم بس واكتب ورايا اللي بقوله، لان الفيديو ده هيفيدك جدا جدا جدا. اتنين كيلو ونص بسلة، اتنين كيلو قمح، القمح هنا، تسعة كيلو ذرة عويج. تابع الفيديو للنهاية عشان تستفيد أقصى استفادة، وطبعا مش محتاج أقول لكم يعني أنا بقدم الحاجة دي إزاي. اللي بعمله ده بعمله عندي، والخلطة ديت للحمام الكبير الشغال مش للحمام الصغير. أنا بأكد تاني، الخلطة دي للحمام الكبير مش للحمام الصغير. افصل الصوت ده من بتاع التليفون. كده يا جماعة حطينا 7.5 كيلو ذرة صفرة، 3.5 كيلو علف تسمين 21%. وفي علف التسمين تراعي ان الانتاج بتاعه يبقى حديث، يعني ما تجيبش علف تسمين فترة تخزينه كبيرة. هات علف تسمين 21% يكون لسه انتاجه حديث. كده احنا حطينا 7.5 ذرة صفرة، 3.5 علف تسمين، 2.5 بسلة، 2 قمح، 7.5 9 ذرة عويجة. اهم بقى حاجة في الموضوع هو اللي جاي ده، هتجيب كيس ثنائي فوسفات صوديوم. ادي الكيس كده وريهم شكله. ادي الكيس، كيس زي ده بالظبط كده. الكيس ده ب20 جنيه. هتجيب كيس ثنائي فوسفات صوديوم،
الكيلو الكيس ده كيلو، الكيلو بيتحط على 50 كيلو علف، فاحنا هنحط نص كيلو بس، نص كيلو اهو. ونبتدي نخلط مكونات العلفة كده بفضل الله. عندك علفة للحمام اللي شغال تزود معاك الانتاج، تظبط الحمام عندك علفة متكاملة، عرفة متكاملة فيها كل العناصر وكل المكونات. لو الحمام تحت زغليل بتبقى كويسة جدا برضو. وحاسب لك كده، انت حضرتك عرفت مكونات العلفة دي، علفة 25 كيلو، عايز تزود تضرب في 2، عايز تنقص اقسم على 2. وهسيب لك في اخر الفيديو كده او في الكومنتات في اول تعليق ورقة بالاسعار وملحوظة في قصة الاسعار، ما تشتريش من محلك. كلفة ديت مكلفاني 16.5 جنيه، يعني الكلفة دي مكلفاني كلفة نظيفة، حبوب نظيفة 10/10 ما فيهاش اي حاجة، حبوب ممتازة، مكلفاني 16.5 جنيه. انا لو بروح اشتري من محل ولا من اي حد كده، بتبقى كلفة انا مش عارف مصدر حبوب بايه ولا عاملة ازاي، ب22 ب23، فدي تقدر توفر فيها مش اقل من 6-7 جنيه. وهسيب في الكومنتات ورقة كده كاتب لكم فيها الأسعار وتفاصيل الكلفة برضو. شكرا، وإن عجبك الفيديو ما تنساش تعمل متابعة للصفحة، لايك ومتابعة للصفحة ليصلك كل جديد إن شاء الله. وما تنسناش من الدعاء لو استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله.